خوتي السلام عليكم، كما العادة راكم عارفين، معاكم خوكم عزيز بوزي. اسمعوا ولاد الجريمة، ابنات الجريمة، اللي ما ابوني اسمع خوكم بوزي نقول ابونا. اللي ما تنساوش تغيميسا تغمسو غمسو غمسو كوامي انتر الزوينة القبيح، اللي ما عندناش المشكل ما تجي ماما تلقوا راسكم الفراجة. خوكم بوزي ها هو جا. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديما كنقولها لكم خوتي اللي مريض دعيو معاه الله يجعل ربي يشافيه، واللي في الحبس دعيو معاه الله يجعل ربي يفاجئ عليه ويطلق الله سراحه. خوتي هاد القصة على الصديق ديالي اللي هو خويا وعزيز عليا، وشارك معاه الطعام ودخلت لدارهم وجلسنا كاملين وجا عندي وسقاوينا. المهم كنا كامل مخلينا شي حاجة ما درنا عليه مزيانة. المهم على يوسف 45 وعلى داك الدريري صاحبو مسكين. دابا ها هو انسان ماشي عيب وعار، حرام على اغنيه يدي عامين الحبس لا هو ولا صاحبو. شني استفدتو؟ شني استفدت هاد الجمعيه؟ شني استفدو؟ ماشي حرام، ماشي عيب وعار، عامين قاصحه عليه ومسكين عنده واحد مو كبيره وباه كبير والحالة ضعيفة. الحالة راكم عارفين الحالة لا حول الله، شكون اللي غيتبعو لنا في هاد العامين؟ يمو شي بانية مسكينة غير هو وباه، كي غيدير يدوز هو هاد العامين؟ على ياش؟ على أغنية، على كلمات، كلمات قالهم باش يوعي بيهم الآباء والأمهات. آه ديك الكلمات اللي قال هو راه غير كيورق لعباد الله، كيبين كيقول لهم اسمعوا، اسمعوا الاباء، حضيو وليداتكم، حضيو بنيتاتكم. ملي تمشي البنت للمدرسه مع الثمانيه كتقول لك داخل مع الثمانيه، وكتجي مع 12 وهي كتقرا غير ساعه المغرب، فين كتمشي لك ثلاثه الساعات؟ ملي البنت كتخرج كتبقى تمشي ندير السوايع، كتمشي مع السبعه كتجي حتى للجوج ديال الليل الوحده، شمن سوايع؟ كتمشي للقهوه الشيشه، تمشي تسكيف، تمشي مع هذا، تمشي مع هذا، هو بغا يورق لكم شنو كاين. ساعة نتوما درتو له اللعبة، قلبتو له إحساسو في راسو على أغنية. علاش؟ يلا علاش؟ شنو يستافد هاد الجمعيات؟ يلا مال هو مشى لقيتوه كيكريسي، لقيتوه كيقول لبنادم سير تاكل الدواء صحة، لقيتوه كيبدل البنت كيقول لها ركبي على الموتور بالسيف. لا هو مجرد كلمات قالهم باش ميتسمنت بنادم يفهم ويعرف. حتى اللي كان كيما كنقولو مقلوب عليه القفة، هو بغى يعيقو، بغى يبين له، بغى يورقها، يقول له ها ها كيفاش وها كيفاش، ها شنو كيوقع، ها شنو كيوقع، حدا وليداتكم حدا وليداتكم عادي. انا كيوصل واحد الميساج اللي هو مزيان، ماشي كيسب هذا وكيسب والكيمس المقدسات ولا ولا، لا ما كيديرش داكشي. هو ورق واحد الاغنيه كيبين الشباب والشابات اللي ميمشيوش في الطريق غلط باش ما يضيعوش، باش ما يتبلاوش مثلا بالقرقوبي، ما يتبلاوش بالحشيش، ما يتبلاوش بالشراب، ما يتبلاوش بزاف د الحوايج، حيت داك الشيء قرقوبي والحشيش وداك الشيء المخدرات كيعرضو الشباب. واخا كيكون كيقرا كيولي كيتعطى المخدرات ما عندوش منين غيجيبها، ها هو ولا سرق، هو جوج صحاب غير الدراسه ولا هذا ثلاثه بهم ما عندهمش باش يتعطاو المخدس مثلا الفاني ولا الحشيش ولا الشراب ولا هادي ولا هادي. مبليه ملي غيمشي يجيب هاد الفلوس والديه ما غيعطيوهاش، فهمت؟ يضطر يمشي براكي يكريسي، سرق هذا سرق هادي كتا هادي هادي، ويدير شي جرائم ما كيديرهمش بلا ملي كبر في الحبس. هو بين لكم الطريقه ديال كيفاش كيفاش بلاد هي وليداته عادية، مكانش شي كلمة اللي خبيحة، فهمتو كيف؟ مكانش شي حاجة اللي هي فريعة ولا هادي ولا كيجسب ولا كيجر. كيقول لكم الناس اللي مقلب عليه القفا حضيو ولادكم، حضيو بناتكم، راقبوهم وراقبو معاهم واش كيمشيو يقراو ولا ما كيمشيوش يقراو، واش كيهربوا من المدرسة ولا ما كيهربوش. دابا هادشي كله السبب ديالو شنو هو؟
كلمات، حيت انا كنت لاقيته مسكين في المحكمه فاش كانوا خالي المشكل مع ديك الاشخاص، ديك ثلاثه الاشخاص اللي سلخوا وقدرت بهم شكايه، كانوا داروا لي التقدير وهادي. المهم ماشي مشكل، عندنا ديك اليومين دوزناها. لقيته فين؟ في المحكمه. يلاه حنا هما جايبينو في السطابيك من الولايه، وانا كنت بايت في الطحان في واد الفجال. داونا تا كان تلاقى مع تا قال لي فين انا مشتوش، تا قال لي فين اخاي بوزي بيا خير لاباس، قالك ياك لاباس اخاي يوسف، قال لي غير تندخلو نعاود لك واخا. المهم دري وليا خلو هو الولد هو صحابو حيت جابت جاتهم سطافيكم الاول، حنا عاود ثاني قلبونا شنو عملت. هذا واحد البيس عيط لي قال لي ان شاء الله اخي عزيز اجي تدخل لعندي تعاود انا وياك. قلت له يا الاول اخي يوسف صاحبي وخويا مشاكين الطعام، دخل لدارهم جلسني في دارهم مسكين، تغديت مع والدي هو وامه وباه والخير با مسكين كيدير بيا بحال الما القليل، مو عاوتاني لا عمرها سلامة خلاو معاه حطو تسمو الخير الناس وخا بوسط كرام. اه كرام كرام كيدير الناس. شوف شوف ناس الاحياء الشعبيه كلهم قلت لهم كرهم ما عندوش، ويدير 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 ويجيب لك اللي باش يكبر بيك باش ما يخليكش، وما عنده ما بحالهمش. وقلت له تغديت. المهم ما علينا، قلت له دخلت عند ذاك السيد في المحكمه هاكا خا يوسف، قال لي اشني وقع لي واشني وقع لي واشني وقع لي واشني وقع لي، عاود لي قلت له انت هذيك اللعبه ديال حبه في المناضه، قال لي اخي اخي عزيز، قال لي انا بالحسن اللي هو مخرج له التريتمون ديال الدواء، قال لي كندير حبه في المناضه وكنشربها باش كنتكالما. قلت له ديك اللعيبه ديال القنصيرات راه من الله خصك الموتو، قال لي هذاك كيشرح لي كيبين لي، قال لي اشني قلت، قال لي بعد ما كتخدم عندك الموتو تركبها من اللور، فهمتي كيفاش؟ هما قال لي فهموها غلط، فهمتو النطق ديال هاد اللعيبه. قلت له ديك اللعيبه ديال الشطر ركب بها اتاي، قال لي خاي عزيز ما لقيناش باش نجيبو عيسى واش بغا ديك البنادريه زعما شطر ربي اتاي ما كاينش شي خاص ما كاين، قال لي ديك عاديه. قلت له خايوس ما فيها لا هادي لا مولاش كيقولوا التحريض، قال لي لا خاي عاد، قال لي انا هذيك الاغنيه مجرد كلمات كنوصل ميساج. قلت له لمن هذا الميساج؟ قال لي الاباء والامهات، قال لي ماشي حضيب وليداتهم اخي عزيز. قال لي ماشي انا كبرت صافي الناس كنخسر الهضره، قال لي لا، قال لي انا داك الديسك ما استفدت منه حتى حاجه، كدار البوز دار بوم داك الاغنيه. اه قال لي والله ما دخلت من الناس هذا، قال لي والله ناس. قلت له خليتي دير هذاك الدري الاخر في راشين ديالو، قال لي خي عزيز ما بغاش، قال لي راشين ديالو عنده هو ميته راك عارف اخي بوزي 6000 ابوني، قال لي نص مليون مية، قال لي حتى عندي انا ما ناويش فيها هكا. اما قال لي كصحابني غتوصلني نبات هاد اليومين وهادي وهادي، قال لي هو مسكين صحابو غير يومين هذيك اليومين وخليه يخرج مع الواكي. قلت له خلي يوسف وداك عشيرك فين هو؟ قال لي راه في الحبس. قال لي سيمانه ونص هو في الزليلي. قلت له كي دار واش انت داوك؟ قال لي لا خي عزيز، اتصل عليا في التليفون قال لي اجي عندنا نهار العيد، نهار ثاني عيد قال لي مشيت لعندهم. طلعت السلام عليكم يوسف زيد مرحبا كبروا زعما، قال لي اشني واش الشكايات اللي عندك اشني واشني واشني، قال لي خايب فوزي عمرو لي الاقوال ديالي اللي قلت لهم عمروا لي. قلت له قريتي؟ قال لي قريت الدوسي خاي عزيز اللي قلت لهم عمروا لي. قال لي دابا خاي فوزي شنو غيديروا معايا؟ قال لي بصح جيني بشي كفاله واخا يعرف بنادم يسلف وهادي وهادي ونخرج بحالي. قلت له اطلب الله، قلت له الله تخرج بحالتك اخاي يوسف، قلت له ولكن مهما قلتي لي صاحبك راه في زليليك راك انت تعتقل اخاي يوسف. قال لي ويلي، قلت له الله يلا سانتا، حيت دايرين لك متابعه الملف، فهمتوا كيف؟ حيت متابعه الملف شنو هي؟ ملي كتكون انت ولد مناسف كتقبض الاول الثاني الثالث كتبقى انت التالي ولا قبل من التالي، كيديروا لك نفس داكشي اللي دايرين الاخرين في الدواسه، كتسنى متابعه الملف. داك القضيه بحال مثلا السرقه مبوني على السرقه بالضرب والجرح، كيديروا لهم السرقه بالضرب والجرح، عرفتي كيقول لك انت كدير السرقه بالضرب والجرح، نفس اللي دايرين لهم الدوسي دايرين لك انت خاي خايوس. قلت له حيت انت صاحبك راه معتقل على الديسك تنتعرف تطلع من الزلايل يا خايوس. قال لي شحال عطيتنا خاي عاد؟ قلت له طول الله طب شي شهر ولا شي شهر ونص ولا شهرين، قلت له ان شاء الله باذن الله تخرج بحالاتك هكا.
مسكين قال لي اخي عايز تسمى خارج قال لي قال الوالده في باب المحكمه وهذه وبين لها انسان ما قلت له واخا خالي يوسف عادي ما بقينا دوزوه هو حتى استشاره وكيل الملك راكم عارفين سني سير بحلاس خرج كنلقى مو مسكينه سلمت عليها بس لا يديها راسها الوالده قلت لي مدرا يوسف قال المهم سي اسمع نقول اشني داري له اشني داري له اشني داري له وقال لك ديري له شي محامي سمعتي الوالده قالت ديري له شي محامي باش يوقف معاه ودعي معاه ان شاء الله باذن الله بحال هو دابا يخرج به حالاته وهذه وهذه قالت الله يرضي عليك مسكينه تازمات الدموع عطوا لها عينيها قالت لها علاش عزبك الوالد قالت لها حتى الله عطاه ولك راه راجل كلشي كيعرفو كلشي طبي قالت لي لا الحبس راه قلت لها معاهم كيما دير واش لا بكيتي المهم زعما يخرجوه انا واحد الدري اللي كيهضر معاه مسكينه راكم عارفين الكبده راه حتى شي واحد القط ما كيدوش ولدو هضر معاكم المهم صبرناها وهذه وهذه طلعت شي لعب اللي قال لك الشريفه انا قلت لك المهم صلاي في راسك ولا يفاجي عليهم تقوت في الحالات حتى كنسمع هاد الصباح عطاو يوسف عامين هو وصاحبو عامين اه يا مالو كيجريسي باش عماين يا مالو كيبيع البيض باش عماين يا مالو عنده 20 ضحيه ديال الكريسي والضرب والجرح والسرقه وداك الشيء عماين اه هما كيبراكيو ما كيديوش العماين اه هما كيديروا الكواليت الحله ما لهم كيديوش العماين ولا هذاك على مجرد اغنيه مسكين يمشي للحبس اه ما كاين مغني كيطلع بالجوان كيغني الجوان كيغني وكيسب ويخسر الهضره هذاك ما كاينينش يمشيوش للحبس هادو علاش حيت هو مسكين ولد حي شعبي ما عندوش مدمر ربي اللي عالم به كيدير ديك الدويسكات واش كياكل طريف الخبز كيلقى ما يكمي ما عندوش هذاك صيفطو للحبس هذاك الجمعيات كتهضر عليه هذاك هذا غاطو طوك يا السب ويتعب الجوار وهذه مالو هذاك ما كاينش هذاك جمعيات ثاني متحررت ولدي بس كذا هذاك ماشي الجوار شنو كيقول له كيغني الجوار متخسر الهضره مش كيقول لهم مسكين فوا كيديروا كيدير شايفوا كي غيدير مسكين يدوز دابا هاد العامين لا هو ولا الصديق ديالو يلا هنا بغينا نعرفو لا ما عندوش ما في حالهمش خصكم تطلعوا على الوالدين ديالو على الاب والام ديالو فين ساكن وتشوفوا بعينيكم عاد حكموا عاد قولوا واش يستاهل الحبس ولا ما يستاهلش ما يستاهلش شي يومين شي هذاك اليومين ما يستاهلش دريري ضريف الاولى نقيقي ما كيتعداش خاطي الدباز خاطي اي حاجه واخا كيسبو بنادم سيرمي ما يدابز لك مع احمد ما يدابز لك مع محمد ما يمشيش يجلس يسكر لك مع هذا ولا مع هذا ما يغش الشفره ما يمشيش مع مصاخيط الوالدين بزاف د الحوايج شنو كيتسنى هذا كيتسنى انسان اللي هو درويش اللي هو ود الناس اللي هو ضريف مزراد كيغني شحال عندهم اغنيه من 2007 وهو كيغني وهذه وهذه مسكين ما في حالوش اللي طلع عليه وشوفوا بعد داك الشهره هذه يقول لك راه مدبر انا كيلقى الشاكار انا اللي كنعرفو وانا اللي معاشرو كيلقاش مسكين تاكار المهم كما كنقولوا غادي مع الوقت غادي المهم مع الوقت لي جابو النهار كيدي لي كيما كنقولو كيصبر ما يكمي وما ياكل الماكله راه في دارهم حيت ما كاين كيخدم ما كيردم صافي مصروف ما كيعطيش الوالدين مين غيجيبو يمشي يسرق غيمشي للحبس يمشي يبيع الحشيش غيمشي للحبس يبيع الخضره غيمشي للحبس يمشي يبيع الفانيت غيمشي للحبس قال لي غيبوزي صديق الطريط مو ديالي اللي مخرجها للطبيب قال لي كنشربها في الدار ممكن خرجهاش للدرب قال لي باش يخرج فيا المخزن هادشي حبه ولا دايره في المناضه يديوني نمشي للحبس شوف بنادم قوة لي سيرمي فين كيهرب فين كيهرب انا واحد المره طلعت عند واحد الدري اللي بالمويطيره صون علي طلع عندي اخي عزيز طلعت الطويره ديالهم لقيته مسكين في قلب الدار ديالو قلت له ايوا استاذ قال لي فين تخرج اخي بوز قال لي نخرج المشاكل قال لي لا خرجت انت كتشوف الحومه ديالك اللي خرج دابز قال لي واخا الدري ولي كيعرفوني قلت له كعرف اخي عاد كنبغيو نتجنبوا المشاكل قلت له الله يعين ايدك اخي يوسف
قلت له الله يناس عندي شي واحد باسر والدباز وهادي وهادي. قلت له الله يناس يا عم راسلا مو مسكينه سمعتني. قالت لي الله يرضي عليك ولدي. قلت لها المهم سي راه كنقولوا غير الواقع انا كنهضر معاه مباشره كي كندير الفيديوز كنهضر فيهم هكا. المهم سي هكا كنهضر. قلت لها انا قلت له سعاد قلت له سي المير يا عم راسلا الله يخليك الله يخليه لك. المهم سي قالت لي الله يرضي عليك صافي يخليك مسكينه. المهم سي كنت ما عارفين الوالدين ناس القدام عنده واحد الامه صاحبي تشوفوها والله الدموع تيهبطوا لكم تعز عليك تعز صاحبي. واحد با مسكين راه عارف ان بغي يطالب معاه كيصور 70 درهم ولا 80 درهم في النهار واش يصرف بها على دارو يخلص بها الماء والضو هادي واش كاين ولا هادي ولا شاريين ولا غيبقى يطلع على هو بالسيمانه السيمانه. يلا خاصكم تقولوا لي اخوتي حط يديك على قلبك وقول لي جاوبني قول لي واش يسال الحبس ولا ما يسالش. واش داك الاب يخدم ويطلع حالو الحبس ويخلي وليداتو بالجوع؟ لا يسمحوا فيه الحبس. نقول واحد اخر عطيني قارو هكا قال لي انا غادي للحبس. نقول له انا راه قارو يا هز عليا. قلت له طب حال والو تفاجئ عليك اخي انا تصدمت ما نكذبش عليك ني سمعت العمايل ما يسالهاش والله ما يسال هذاك الدري ولا داك الصديق ديالو داك الدري صاحبو ما كنعرفوش. المهم ما يسالوش الحبس عدوك تسمحيلوش الحبس. مثلا كان شفار ولا ضارب ولا كذا ولا كذا دار الذنب يسال العقوبه. اش نقول لكم راني صاحبي كندافع عليه؟ لا الا كان مجرم شفار مشي للحبس. كان الشفره مشي ضرب 10 16 الحبس دير شي كارثه يسال الحبس. بحال هكا مجرد نطق كلمات بغا يفيق الناس بغا يفيق الاباء الامهات والشباب اللي بعد بعد ما غادي دام في الخوال خاوي واللي ما حاديش قصو واللي ما حاديش خو واللي كذا بغا يبين لهم احضيب خوتكم اصحابنا هكا خصو بغا يقول لهم ياك عاد عجبكم الحال. لا هو مجرد كلمات باش داس بوم كلشي عجباتو داك الاغنيه وهذوك الحساده اللي نيس شافو دار البوز الشمس عاد ولا تاري الصرا على واحد الجمعيات هذه تحريت لو عرض الحريت تحريت انا كذا الشيغي الحسد الا حسدك بنادم ما عمرك تفرو ما عمرك تربح. قالك يا ويل اشارات الاصابع ولو بالخير دابا هذا غيتابع راه 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 كما كنقولوا الغوتو راه هو مسكين ديس خاصني عليه بصريفه ما استفد منه ما شد منه لا 1000 ريال لا 400 لا 600. قال لي والله ما واكل منه خايب بوز. قال لي ما دخلتها ليا. قال لي موقفين لي الحجره ديال القامه. قلت له اخي يوسف قالوا لي قال لي والله ما قال لي شاكر الطعام اخي عزيز مسكين كيقول لي شابوز. قال لي شاكر مع شاكر الطعام اخي عزيز وفي دارنا حومتك وبالصناعة. قال لي قلت له اه. قال لي الله يما ما شد منه تاري يا اخي عاس. قال لي مخاطر ديك الشهره كيتلاقاك هذا فين اخي تقهوى مع هذا وتجلس مع هذا ودور معاك هذا. قال لي هذيك واخا اما زعما قال لي دخل شي درهم. والله ما دخلت اخي عاس. قال لي شهر ونص هو داير البوز. قال لي والله ما شديت شي درهم داك الديس يلاه والديسك داير 10 مليون 12 مليون وما يستافش منه 40000 ماشي الحماق ماشي الحبال ويزيد بنادم يتبعوه جمعيات والحساده وهذا وهذا ويصيفطوه للحبس. علاش واش داك الدري مسكين لقيتو يديه في جيابكم لقيتوه كيكريسي لقيتوه كيبيع فاني لقيتوه كيبيع الشراب لقيتوه كيدير شي كارثه ما كيدزش ويسال الحبس ما يسالش ما يسالش. انا في النظريه ديالي ما يسالش تا شهرين الحبس شهرين ما يسالهاش. علاش باين اصاحبي باين حنا غنرقو الشمس بالغربه باين ما دارتها شي حاجه باين ما براكه باين صرف باين ما باغا برا ما بحشيش ما دارتها شي حاجه اللي هي قبيحه. يلا بقينا غير نفهمو اخوات شحال مغني تخسر الهضره والسبان وهادي والجهاله والحوينه والفضيحه ما كيتعتقش. علاش
هذاك يتبعوش الجمعيات، هذاك ما متسوقولوش. علاش ما متسوقولوش؟ حيت ما دايرش البوز. ملي كيشوفو شي انسان زايد القدام كيبغيوش، كيديروا له الصور، كيديروا له الحجره في الصباط، النار في المسمار، باش ما يزيدش القدام. باش بقى مسكين يقول اسطم هنا، يقول هنا المسمار ديال الشوك راه رجع. راه مسكين عيط على الله، جاو صحابو قالوا له اجي اخي يوسف تغني معنا دويسك هذا، وعيط على الله. داكشي اللي دار النيه، هو دار غير النيه، النيه ديالو شوف صلاته بعناين جوج قوالب، وكاش غيساليهم 2024 في شهر 3 تقبض، وغيخرج حتى 2026. بغينا هكا نعرفو شكون غيصرف عليه في هاد العناين. الاخر دير والدي راه بخير، وهادي وهادي، يا هو مسكين هو يبقى في الحبس، راه شي قارب، لا عندك شي حليب، لا عندك شي دانون، لا عندك شي رايبي، لا عندك شي بيمو، والديه اللي غيتبعوه ما عندهمش، ما في حالهم. يقدروا يجيو عندهم من 15 يوم، من 15 يوم، واش اللي غيطلعوا له من 15 يوم، من 15 يوم؟ لا طلعوا له 6000 ولا 8000، واش داك 6000 ولا 8000 كيشري ليها قارو؟ واش هو مبلي بالقارو؟ واش غيشري ليها ماكله؟ شنو يا خوتي هنا؟ بغينا نعرف. حيت انا ندوز الحبس، والحبس دابا ديال هذا الوقت صعيب، كاينش معامله. عكس الحبس شحال هذا اللي كنا كنضربو، كاين الفرن الطيب هذا، كتدخلو الماكلة العالم مع 20 و5، مكنجيوش لعندك كاتسال ني الزيارة ني الطيارة، واكل شارب مكيف، المهم هانية. كيجي ولاد حومتك الخير، دابا لا، دابا ولاد حومتك معاك في السيلون، في السيلون معاك وشاع القارة، وكيتعاود معاك ميقولكش هاك تكمي. علاش؟ كيبغي يتشفى فيك، كيبغي يتشفى فيك، يبغي يخليك مقطع. علاش داكشي؟ الحسد والحبس مزموط، الحبس مزموط. من كيجيو لعند والدي من 15 بحرا كيتكافى، طلعوا 6000 ولا 8000 ولا 10000، راه بحرا تقدر الرجوله ضرب الصراحه. كيجري طرس الكارو، طرس الكارو ب 5600، ها هي بقات له، طلع له 500 درهم، بقات له 4400. 4400 شنو يدخل بيها؟ واش خصو جوج كاخات الحليب؟ صرفهم في داك 15 يوم، خصو الكاشير، خصو الفرماج، خصو بيمو، خصو هادي، خصو التيب، خصو الصابون، خصو هادي، خصو ما تقداش. كيولي اسعاف التالي بنادم، كيولي اسعاف. يلا مسكين كي غيدوز هاد العامين، وشني استفدتو من هاد الحبس اللي سيفدتو له هاد الشخص هذا؟ شني استفدتو؟ علقو لكم درادات، ربحتو ميدالية ذهبية؟ لا، هذيك تسمى تابعة والحسد، وتكرهوا بنادم، وكتزيدوا تحقدوا البشر. فاطمة تلقاو مع بنادم وخليه يغني ويضحك مع راسه ويطوب، ولكن يمثل ويدير شي حاجة، الله يعاونه. فاطمة تدعيو معاه في الخير، تقول له يعاون ويسهل علي لا كذا لا كذا، في بلاصة الجمعيات هذه، هذه الديكلاراسيون والشكايات الروينة. بحالي قاتل بوحمارة، بحالي عنده شي 50 بلان ديال الدواء، بحالي عنده شي 50 بلان الابيض، بحالي لقاو مرة رموك ديال الحشيش، ومسكين جميعا، وفراس مالوش تاع الصندالة كاين الناس، ومعتقل معتقل اخوتي غادي للحبس على رقبتي، إلا بصندالة دميكا، وجاكيطة وسروال الكيط ما تبقاش مسكين فراس مال، يلاه، وداك الصباغة اللي داير فراسو اللي داير معاه داك يقرعولو، يلاه شنو عنده بنادم، المهم تا مسكينة باب المحكمة كتبكي. وباه ماشي العادة، شو منين طالعة من 45 تاع طريق صفرا، وربي لي عالم بيها مسكينة، وكتبكي وغندا غير عندها مسكينة غير سنة، وكتبكي وكتسبب. علاش اخوتي؟ عاد خصها تمشي تسلف عاوتاني، وتبوس لي يدين ورجلين والريوس، وهذا مسلف لنا مسلف لنا من هنا، باش دير له محامي، باش داك المحامي دافع عليه، واخا دارت له محامي، ها هو ما دافعش، ها هي عملية الحبس. عمين الحبس هذا المنصور يالله، لا هادشي كيدوخ، كيتلف، كيحمق، وزرات كلمات، امشي عليهم انسان بعمين الحبس.
دري اللي ضريف ما يستاهلش، ولد الناس كيمشي لحيط الحال خاطئ، ولد موسيقى وهادي مبلي يعفو عليه. علاش حنا غنتبعوه ونصيفطوه على الكراج؟ شنو نربح؟ شنو استفدتو؟ تبغي حتى يديك على قلبك، تبغي ولدك يمشي للحبس في هاد الظروف هادا وبلا ما عندوش مدمر هالعيد الكبير جاي ما غايعيش مع مو ما عمرو دوز الحبس على هكا. ها هو مشى للحبس مسكين عايد مع مو باش غيحس، ماشي كنكون كما كنقولوا شي واحد اللي فايت من دوز الكراج داخل خارج عنده عادي. انسان كيمشيش للحبس، انسان ما يستاهلش، دريري ظريف ولد الناس قلبه كبير ولد الخير خصيم قارو الا كان عنده فعليه بنادم كيقول له هاكش عنه. انا راني شت مع عشره وكنعرفو كيعرفني كويس القهوه دوك انت الاول راك تشرب. شنو كيتسنى هذا؟ ماشي ولد الخير، ولد الخير ماشي راجل، راجل انا من الرجال. ايوا شنو يستاهل اخوتي هذا الحبس؟ ما يستاهلش اخوتي هذا العمل، والله ما يستاهل. بنادم لقيتو شي في ما ديرو بلا شي تنازل ولا شي حاجه، ولا شوف غير بحال ديك الوالدين ديالو داك مو شيبانيه وداك باه مسكين شيباني كيمشي كيخدم طالب معاش وكيصور داك 70 درهم 80 درهم باش يجيبها يصرفها في دارو على وليداتو. انتوما علاش يبقى بنادم معذب هكا؟ شعيب شعيب وعارف انتوما راه عندكم وليداتكم، راه اليوم الدنيا والدار الاخره، بنادم خصو يدير الدعاء على قلبو. هذا راه ميساج كنوصلو انايا لهاد الناس المسؤولين باش يحاولوا يشوفوا كيديروا مع الجوج الاشخاص هادو. ما كيسرقوا ما كيجريسي ما كيبيعوا غرا ما كيبيعوا حشيش ما كيبيعوا فاني، ديروا شي حاجه اللي هي قبيحه وزراد اللي كيديروا الموسيقى على كلمات تمشي للمعاملين ديال الحبس. راه عيب وراه خوت هذاك الانسان ولا لا صاحبه ما مغيولوش الحبس حيت ما شفاره ما دريس شي وما كيديرش شي حاجه اللي هي قبيحه. مازال كما كان كيجريسي ولا كيسرق ولا كيبيع فاني ولا اللي غير يضرر واحد اخر هذاك يستاهل الحبس. ما هاد الناس هادو ما يستاهلوش الحبس. قيتو شي حطوا يديكم على قلبكم، شي ما ديروا شي تنازلات ولا شي حاجه، داك الشيء تصاوبوه لوجه الله. شوفوا داك الاب والام ديال داك الانسان والاب والام ديال داك الشخص الثاني، وتحياتي لكم وراني كنبغيكم. سمعوا لهاد الجريمه، عندنا الجريمه ما ابونيش واخاكم فوزي دخلي تابونا بلا ما تنساوش تغيميسات غنسو غنسو كومنتير زوين القبيح. انا ما عندناش المشكل ما تجي ماما قالت لك راسكم من فرنسا خاكم بوزي. ها هو مشى قبل ما نختمو ديما كنقول باش بدينا باش نختمو. اللي مريض دعيو معاه الله يجعل ربي يشافيه، واللي في الحبس دعيو معاه الله يجعل ربي يطلق سراحه ويفاجئ عليه. وتحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.